بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حياة أبنائهم ليواصلوا رحلة الحياة بأمان. أول واحدة: Parents have to direct and care for their children to go on their journey of life safe. كل ده مكتوب صح، بس المشكلة في كلمة safe. عايز تعرف إن كلمة safe دي معناها آمن، لكن كلمة safe لي معناها بأمان. طب كلمة safety دي الأمان ذات نفسه. أنت هنا في الجملة قلت لي واصلوا رحلة الحياة بأمان، وفي الاختيارات أو أول واحدة في الترجمة غلط، لأنه هنا قال لي safe، المفروض كان قال لي safely، لأن إحنا عايزين ظرف. طيب parents should direct and take care of their children to continue the journey of life safely. الجملة دي كده مظبوطة، الولدين يجب أن يوجهوا ويهتموا أو يرعوا بأبنائهم لكي يستمروا في رحلة الحياة بشكل آمن. يبقى رقم بي اللي صح. طب رقم سي اللي غلط: parents must to، مفيش حاجة اسمها must to، يبقى دي من أولها كده باظت. parents are required to direct and take interest in children continuing to، المصدر المفروض، their odyssey of life safety. odyssey يعني رحلة طويلة، هيتنفع هنا، بس safety دي الأمان، المفروض نقول بأمان. يبقى الإجابة الصحيحة رقم بي اللي صح. الجملة التانية: لقد قمت بترجمة رسالة الماجستير إلى اللغة الإنجليزية في مركز ترجمة متخصص الشهر الماضي. طيب I translated my MA into English in a specialized translation center last month. الجملة دي كده مظبوط. طب ما تيجي نشوف كده التانية: I was translated يعني ترجمته، ودي كده مبنية المجهول فتبقى غلط. I had translated my MA into English in a specialized مش عارف ايه كده center last month. بص، انت كطالب ثانوية عامة عارف اكيد ان كلمة last month دي كلمة دالة على زمن الماضي البسيط. منين بقى نقول هذا translated؟ يبقى دي فيها خطأ من حيث القاعدة، واللي قبلها برضو قاعدة. I had my MA translated into English in a specialized translation center last month. يبقى دي رقم D برضو صح. يبقى انت كده قدامك اتنين: اما انك تقول I translated رقم A، اما تقول I had my translated into English in a specialized translation center. ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه تعالى ما اقول. الجملة دي يا شباب اصلا على قاعدة هناخدها في يوم من الايام اسمها الكوزاتيف اللي هي السببية. الفكرة فيها كالآتي: انك انت لما تاخد العربية بتاعتك الكور بتاعتك عشان تعملها فيكسنج تصلحها، تاخد العربية وتروح الورشة، هو انت اللي بتصلح العربية بنفسك ولا في واحد بيصلح لك العربية؟ في حد بيصلح لك العربية. فانت بقى بتقول I had my car fixed. I had my car fixed دي معناها ان حد صلح العربية بدل منك، او هو صلح لك العربية. القص القاعدة بتاعتها انك بتستخدم had او got، سواء دي او دي، وبعدين المفعول، وبعدين past participle. دي معناها بالعربي كده ان شيئا ما فعل لاجلي. طيب على سبيل المثال، انا لما اروح احلق عند الحلاق بحلق لنفسي ولا هو بيحلق لي؟ هو بيحلق لي. فانا بقول I had المفعول اللي هو my hair، والباست بارتيسيبل من كلمه cut اللي هي cut. I had my hair cut، وبدل had ممكن نقول برضو I got. دي معناها ان انا حلقت شعري. انت بترجع حلقت شعري، بس هم بيفهموا لما تقول لهم كده ان مش انت اللي عملت الحاجه، ان حد عملها لك. طيب افرض انك انت قلت لي I cut my hair. لو انت قلت لي I cut my hair، فده معناه انك انت حلقت لنفسك بنفسك، يعني محدش عمل لك الحاجة دي. طيب يعني معنى كده يا عم الحاج ان انت لو قلت لي I had my car fixed، انت في الجملة دي استخدمت لي هنا في الجملة had، اهي ادي had اهي، واستخدمت لي مع had مفعول وبعدين past participle، ده معناه ان حد صلح لك العربية. افرض انت قلت لي I fixed my car. لو انت قلت لي I fixed my car، افهم ان انت اللي مسكت المفاتيح وصلحتها بنفسك. حلو. طيب انت راجل معاك رساله ماجستير ام اي وعايز تروح مركز الترجمه، حد هيترجم لك الرساله، بس ترجع البيت تقول لهم يا جدعان انا ترجمت الرساله في مركز، هل انت اللي ترجمت؟ لا، حد ترجمها لي. فهتقولي بقى I had my MA translated، او بدل had تقول لي I got. ده اللي هيحصل في الجمله اللي قدام سيادتك دي. قلنا هنا من حيث المعنى بالعربي رقم A صح ورقم D صح، بس مين بقى من حيث القاعدة والمعنى صح وفقا للقواعد والمعاني الاثنين مع بعض؟ الإجابة رقم دي اللي هي I had my MA translated into English into a specialized translation center يعني last month. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 43 مكتوبة 43 دي بقولك traditional exams shouldn't be the only means of evaluation or evaluating our students. Many activities are to be considered. لابد أن يتم الاخذ في الاعتبار عدد من الاختبارات. تعال نشوف اول واحد. بيقول لك لا ينبغي ان تكون الامتحانات التقليديه هي الوسيله الوحيده للتقييم، هناك انشطه كثيره يجب ان توضع في الاعتبار. الجمله دي صح، بس انا ما بقولكش ان صح هناخدها ونجري، لا لازم نعمل حسابنا ان دي ممكن تبقى صح.
بس هو قال لك هنا ايه؟ شودنت، لا ينبغي. وهنا قال لك لا ينبغي، لا ينبغي ان تكون الامتحانات التقليديه هي الوسيله الوحيده للتقويم. هناك انشطه كثيره يجب ان تهمل. لا هو هنا قال لك ايه؟ تو بي كونسيدرد، يعني يجب ان نهتم بها. يبقى رقم بي استبعدناه خالص. الامتحانات التقليديه هي الوسيله الوحيده. لا ما هو قال لك هنا لا ينبغي. في الجمله قال لك شودنت يعني لا ينبغي، فرقم سي كمان احنا استبعدناها لانها مكتوبه غلط. لا ينبغي ان تكون الامتحانات التابلتيه هي الوسيله الوحيده للتقويم. هناك انشطه كثيره يجب ان تضع في الاعتبار. يعني الامتحانات التابلتيه دي؟ هو قال لك تراديشنال يعني التقليديه مش التابلتيه، فدي كمان غلط. وبكده الاجابه الصحيحه تبقى رقم ايه؟ طيب اللي بعد كده. The Egyptian government supports the Palestinian rights in all the possible ways. بيقول لك ان الحكومه المصريه تدعم الحقوق الفلسطينيه بكل الطرق الممكنه. طب تعالى نشوف، تدعم الحكومه المصريه حقوق الفلسطينيه بكل السبل الممكنه؟ اه هنشك في دي. بس خد بالك انا بقول لك الان، بقول لك اتعلم دي، انا اقول انا بشك في دي، ما اخدهاش واجري. تساند الحكومه المصريه الواجبات الفلسطينيه؟ لا ده هو قال لك سبورت ذا فلسطينيان رايتس، الحقوق، يبقى دي واجبات، فكده عكسها، فتبقى دي غلط. لا تؤيد برضو كده غلط، لانه في الجمله قال لك سبورت، ما قالكش دازنت سبورت. تغفل زيها زي لا تؤيد، يبقى الاجابه رقم ايه اللي صح. بعد كده بقول لك ان ثروه مصر الحقيقيه تكمن في مواردها البشريه وابداع شبابها وتميزه في كافه المجالات. تعال نشوف كده الترجمات الاربعه دول مين فيهم صح. Egypt's real wealthy. طيب ما دام الموضوع كده فتعالى اديني اذنك دقيقه واحده بس. عايزك تعرف ان كلمه wealth دي معناها الثروه، لكن كلمه wealthy دي معناها ثري، بتساوي كلمه rich اللي هو غني. فدي adjective صفه بمعنى غني او ثري، لكن دي noun اسم بمعنى ثروه. طيب في الجمله بقى يا سيدي بيقول لك Egypt's real wealthy، wealthy يعني ثري، هو في الجمله قال لك ثروه، يبقى دي غلط. ايه اللي خلاها غلط؟ عشان كلمه wealthy المفروض تبقى wealth. Egypt's real wealth حلو كده، يعني ثروه مصر الحقيقيه. ليز المشكله في كلمه لي، ان كلمه الفرق في الكلمات دي كالاتي. عندك فرق بين كلمه لاي وبين كلمه لي. لي دي معناها يرقد، لكن او يضع بيضا، يضع بيضا. طب كلمه لاي دي معناها يقع في او يكمن في، ومعناها يكذب على. Don't ever lie، لا تكذب ابدا. طيب تعالى بص على الجمله كده، هقول لك كلمه ليز، كلمه لي هو اكيد مش هيضع بيضا، فدي كده كمان باظت هي الثانيه. طب ايجيبتس ريل ويلز حلوه بتاعت ويلز اللي فيها الصح. لايز ان تكمن في، اتس هيومين، المشكله هنا في هيومين يا جماعه. انا عايزك ما تزهقش مني كده من كتر التحليل ده، لان الحاجات دي مهمه. عايز تعرف ان كلمه هيومن دي غير هيو مين دي. طبعا عايزك تاخد بالك ان دي ام واحده المفروض. طيب لحظه كده الاستيكه للريزر. طيب اللي عايز اقوله لك ايه؟ ان كلمه هيومن اللي هي اتش يو ام اي ان، هيومن دي معناها بشري، لكن هيومين دي بتساوي كلمه كايند معناها عطوف. عشان كده لما احب اقول لك دايما خليك عطوف مع الناس اقول لك اولويز بي هيومين، خليك واد كده عطوف. دي معناها عطوف او لطيف او كده. في جملتنا هنا بقى بيقول لك طبعا هيومين كده اللزاما عليك ان الاخيره اللي صح، بس هنشوفها. Egypt's real wealth lies in its human resources، مصادرات البشريه وابداع وتميز its youth in all fields، يبقى دي رقم دي اللي صح.